يواصل الجيش واللجان الشعبية تقدمهم في جنوب السعودية، حيث تمكنوا في الأيام القليلة الماضية من شن عمليات نوعية سيطروا خلالها على مواقع استراتيجية في المحافظات الحدودية الثلاث، فيما لقي عدد من جنود العدو السعودي مصرعهم خلال تلك العمليات التي نفذتها وحدات من الجيش واللجان الشعبية. وخلال المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين ضد العدو السعودي المعتدي، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحراق عشرات الآليات السعودية في مختلف المواقع العسكرية، كان أبرزها في جيزان، ومن أهم تلك المواقع التي باتت في قبضة جيشنا بصورة كاملة مجمع الدفاع السعودي في الخوبة وموقع قمر، إلى جانب موقعي الرديف وجلاح في المحافظة نفسها. وتظهر الصور آليات ومجنزرات سعودية في موقعي قمر وقوى في الخوبة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.